يعني هل الشعب دكتور خليل الرحمن، الشعب بعمومه رافض لمثل هذه ربما الأحداث العنصرية وأحداث الكراهية ضد المسلمين؟ أنا أستطيع أن أقول أن الشعب هو رافض لمثل هذه السياسات، ولكنهم قبيل الانتخابات إنما هم يثيرون العواطف الدينية. وتعرف أن الشعب الهندي مسلم وغير المسلم هو ميال إلى الدين، فبسهولة يمكن إثارة عواطف الشعب الهندي على أساس أي قضية أو مسألة دينية. أيضا الإعلام سيطر عليه هذا الحزب الحاكم والمنظمة RSS، فهؤلاء يعملوا ليل نهار في خلال 70 سنة الماضية بعد الاستقلال، فهم ربوا أجيالا، هم هي أجيال تحمل كراهية وبغضاء ومفاهيم خاطئة جدا عن الإسلام والمسلمين. والأحزاب السياسية هي في الواقع لا تلعب دورها الذي يتوقعه الشعب الهندي منه. وكثير من زعماء الأحزاب المخالفة إنما هي تحذر الإجراءات القانونية ضدهم بحيلة أو أخرى، فهم في حالة خوف، في حالة حذر، فلا يستطيعون أن يصرحوا بكل ما يشعرون به. هذه مشكلة.